متابعين قناة دوم كوك، مرحبا بكم معايا من جديد. مبروك عواشركم، رمضان مبارك، يدخل عليكم بالصحة. وباش نتمنى ان شاء الله جيت معكم في واحد الوصيفة اللي هي بسيطة وسهلة ان شاء الله بإذن الله، اللي هي البريوات باللوز. نبدأ معكم على بركة الله. عندي هنا 300 غرام ديال اللوز مقشر ومطحون، وهذا اللي مقشر ومحمر ومطحون، وجوج معالق ديال الماء الزهر، معلقه صغيره ديال الزبده، ومعلقه صغيره ديال القرفه، وهنا ثلاثه ديال المعالق ديال النيسلي اللي هو لولي كونسونطري محلى. نبدا معكم على بركه الله. قبل ما نبدا، هذا اللوز اللي طحنته رجع بحال براليني مطحون، طحنته مزيان حتى رجع على هذا الشكل. نوري لكم كيفاش كيولي، كيرجع كيكون جاري بحال لي باتا تارتيني ديال لاموند، كيكون على هذا الشكل. انا معكم ان شاء الله. عندي كما قلت لكم هنا 300 غرام ديال اللوز اللي عندي بالسلوق وقشرته، ومن قشرته طحنته ما درت ما حمرتوش، وهذا اللي محمر كيجي هكا، كيجي بحال لا بيغي. هاد الوصفه هادي كنتمنى تجربوها كتجي. دابا عندي غنزيد الماء الزهر اللي هو قلت لكم جوج معالق، الزبده اللي هي معلقه صغيره، ومعلقه صغيره عامره كما كتشوفوا ديال القرفه. اللي عنده المسكه يزيدها، اللي ما عندوش بلاش، هذا كيبقى اختياري. نجمع هادو مزيان كما كتشوفوا. هاد الوصفه هادي واحد الرائحة طالعة من هاد المنظر. ومن بعد نجمعو داك ثلاثة المعالق ديال شحال ما دلكتوها العجينة كتجي معلكة، هداك الشي دلكوها مزيان بيديكم، دخلوا داك الزبدة فيها، معلقة معلقة صغيرة عامرة ديال الزبدة. أنا عندي غير 600 غرام، مكاملهاش 600 غرام، 300 ديال اللوز محمر واللوز مازال خضر كما كتشوفوا. ما تخافوش من اللوز هذاك المحمر، انا طحنته رجعت بحال اون باتا تارتيني. هانتوما كتشوفوا ملي كتخلطوه. ودابا نزيد هاد ثلاثه المعالق ديال حليب المحلى نيسلي. انا ما درتش فيه السكر لان الحليب هذا حلو، اللي بغى يدير السكر هذاك كيبقى اختياري. انا درت فيها الحليب المحلى ثلاثه، وعاد درت العسل، والعسل حتى هو حلو. هذاك الشيء درت غير ثلاثه، نقدر نزيد انا نشوف على حسب القوام، الا قدتي نزيد نزيد عادي نزيد، ملي كيجي حلو. انا ما درتوش، ما درتش كاع السكر. غنزيد شويه ديال الحليب، داك ثلاثه ما كفاونيش، غادي نزيد واحد جوج معالق باش يتجمع ليه. كيف ما قلت لكم انا داك ثلاثه د المعالق ديال الحليب المحلى ما كفانيش، غادي نزيد. نتوما تقدروا تزيدوه كله على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب العقده ديال اللوز، الا بغات تزيدوا لها. انا غنزيد واحد جوج معالق كبار كما كتشوفوا، هو هذا لي كونسونطري. كاين لي كاراميليزي حتى هو الا بغيتو، حتى هو كيجي غزال. الا بغيتي تزيدو فيه لا بات داموند، لا بات داموند كتكون تارتيني حتى هي، الا بغيتو تزيدوها معلقه. شنو ما زدتو في الحشوه راه كيجي زوين. انا المسكه الحره ما عنديش متوفره، داكشي علاش ما درتهاش، درت عليه ما زهر وقرفه كما كتشوفوا. نجمع العجينه ونكورها ونرجع معكم نوريكم الشكل ديالها النهائي. كما كتشوفوا هذه هي لا بات فيلو، ورقة ديال فيلو ورقة بصيلة. انا غادا نقطع معكم، انا غنحسب ثلاثة ديال الصبعين، غنقطع القطعة ديال البيتزا كما كتشوفو. انا كعبرت من بعد المقطع، نبدا بعد ما كورت
التحضيرات هما هادو. دابا عندي جوج ديال الورقات، نبدا نطوي معاكم البريوة ديالي ديال هكا. كما كتشوفوا بغيتو تدخلوهم الفران مزيان، بغيتو ديروهم غير ديروهم تقليهم في الزيت حتى هو كيجي رائع. كتشوفوا بعد نلصق معكم ونوريكم كيفاش كنلصق، نزيد نوريكم ثالثة كيفاش غادي تجي. ناخذ الكويره نديروها هكا، كنبداو نديرو مثلث هاد الورقة هادي كتساعدنا باش نديرو البريوات وكتجي مقرمشة. كما قلت لكم انا غنديرهم في الزيت، اللي بغى يديرهم في الفران كيدهنهم بالزيت ويديرهم في الفران، ومن بعد ملي يخرجهم من الفران يديرهم في العسل دافي. نزيد معكم وحده ونتلاقاو في مرحله القلي. نزيد معكم هذه الوحده كتشوفوا، اللي بغى يلصقهم بالبيض البيض ولا اللي بغى يلصقهم بالطحين. انا غنجي معكم غنوريكم كيفاش نلصقهم بالطحين. طويت البريوه ديالي كما كتشوفوا، كنهز بصبعي ولا بالشيتا كما عندي نستعمل صبعي، وكنبداو نشدو هكا بالعجينة. اللي بغى يدير بيض البيض يدير بيض البيض، نحطوها كما كتشوفو. صافي هكا هادي هي البريوة ديالي، ونتلاقاو في مرحلة القلي. هادو هما البريوات من بعد ما جمعتهم كيجيو على هذا الشكل. دابا غنبدا نقليهم معاكم. درت انا الحمام الزيت هنا يسخن، من يسخن عندنا ندير البريوات ديالي. نقصر البوطة ما نخليوهاش مجهدة، نخليوها على عافية مهيلة، ونبدا نطيبو. انا عندي العسل هنايا دفيتو شوية، زدت فيه شوية دما زهر، اللي بغى يزيد ما زهر هذا كيبقى اختياري، ما زهر فاني. كل فوق نقادينهم حتى يطيبوا ونديروهم في العسل. انا غنزينهم بالزنجلان ولا باللوز إفيلي. سمعي تحمر الفاسون ما ديجا طايبه الحشوه كلشي طايب.
نبدا نقلبوها كما كتشوفوا ملي بدات تحمر نخليوها باش تحرقوا قبلهم. Je ne sais pas si tu as un grand plaisir.